الخامسة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لا سيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية. هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي وجه أيضا بدعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمارات في الكوادر البشرية، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع. ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر 3 مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة صباح اليوم. هذا وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 2 مسيرتين غربي العاصمة. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أوروبا من الانخراط فيما أسماه بلعبة طائرات. وقال ميدفيديف إن قرار إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 والذي وصفه الغرب باليوم الجيد سوف ينعكس بالسلب بالتأكيد على القارة الأوروبية. كانت الدنمارك وهولندا قد أعلنتا عن عزمهما منح كييف مقاتلات F-16 فضلا عن برامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين. تنطلق اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا قمة مجموعة دول بريكس في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن تناقش القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة بالإضافة إلى قادة دول المجموعة، فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه الخميس المقبل لمواجهة الاتهامات ضده في ولاية جورجيا. ووجهت إلى ترامب وآخرين الأسبوع الماضي 41 تهمة جنائية في محاولته تغيير نتائج انتخابات 2020 بالولاية. حذرت كوريا الشمالية من أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تتسبب بحرب نووية. وندد تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالمناورات المشتركة بين سول وواشنطن والتي بدأت الثلاثاء الماضي، ووصفتها بأنها ذات طابع عدواني. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز، ولمزيدنا من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي إسراء العقاد، إلى اللقاء.